الرجال قد ابطا وخذينا سالفه واعطانا قصيده محسن ومحمد وقلت انه قد سوى الحين السوايه ماله ذي بس لا لا بس خلصت فعليك باقي ما شفت شيء عط صداح فرصه يا ابو سعيد اول غيث قطره نعم هذه فهد ايش؟ فهد بن محمد المالكي والله ما عليك زول طال عمرك تخصك وعمرك يا فهد والله طال عمرك انا طول عمرك من الطائف من والد الطائف والله ما عليك زول ودرست في جامعه الطائف تخصص كيمياء ما شاء الله تبارك الله صلى الله رغم اني ما احب الكيمياء صراحه كنت ابغى لغه عربيه بس عاد الوالد اجبرني وقال لي لا ما تصلح ما ادري شلون فدخلت كيمياء الحمد لله توفقت الله يسر توفقك ان شاء الله